السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بقاعدة جديدة لسنة ستة، والله يعني حرفيا طول النهار شغل ومراجعات وحل امتحانات، بس حرفيا في قواعد لقيتها واقعة مع الطلبة وقلنا لازم نثبتها مع بعض ونشارك الكل فيها علشان نستفيد كلنا. رغم اني جاية تعبانة جدا، بس ان شاء الله اركز معاكم ويطلع فيديو حلو كده ونستفيد بيه. النهارده جايه لكم بقاعده في يونت 6 في كونكت 6، يعني كونكت الصف السادس. يعني ايه هي القاعده دي؟ القاعده دي احنا بناخدها من سنه ثالثه ابتدائي او رابعه، بتتكلم على الحاجات اللي بتتعد والحاجات اللي مش بتتعد، وازاي اقول الكثير من كذا القليل من كذا، ازاي اقول بعض واقول مثلا بعض الاطفال. تعالوا الاول نقول ايه هي القاعدة دي ونسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبتدي كده الحصة النهارده. هنبتدي النهارده بالكاونتابل ناونز والانكاونتابل ناونز. ايه هو الكاونتابل ناونز وايه هي الانكاونتابل ناونز؟ كلمه كاونتابل ناون يعني الاسماء التي تعد. الاسماء التي تعد دي يا عيال اللي بنقدر نعدها، وبيختلف الجمع من مثلا جمع ريجولار وجمع ايريجولار وجمع نوت تشينج، ما بيتغيرش. طب فهمينا يا مس كده بالراحه. اولا احنا واخدين قاعده الجمع ان احنا بنحط اس للجمع، كلنا عارفين دي. بوي بويز، بوك بوكس، جيرل جيرلز، تري تريز. هل ده الجمع بس؟ قال لي لا، في كلمات بنحط لها اي اس لما بنيجي نجمعها. اي اسم اخره اس او اس اتش او سي اتش او اس اس او اكس او 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 زد بنحط له اي اس. تاني معايا، اي اسم اخره اس او اس اس او اس اتش او سي اتش او 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 اكس او زد بنحط له اي اس. طب ادينا مثال يا مس عشان نفهم. زي واتش، ساعة اليد، لما اجي اجمعها واتشز حطيت لها اي اس. زي بوكس، صندوق، لما اجي اجمعه بوكسز حطيت له اي اس. زي باص، اتوبيس، لما اجي اجمعه احط له اي اس، باسز. تمام. ايه تاني من الجمع؟ لو الكلمه الاسم اخره اف او في اي اعمل ايه؟ اف اي سوري، لو الاسم اخره اف او اف اي هشيل الاف او الاف اي واحط في اي اس. زي ايه؟ ادينا مثال يا مس. زي ليف، ورقه الشجر، ليفز. زي لوف، الرغيف العيش، لوفز. خدوا بالكم، ليف ليفز، شلنا الاف وحطينا في اي اس. لوف لوفز، شلنا الاف وحطينا في اي اس. برافو عليكم. زي ايه تاني يا مس؟ زي كلمه نايف، سكينه، لو جيت اجمعها بقول نايفز، الكي هنا سايلنت بتاعت نايف. شلت الاف اي وحطيت في اي اس. تمام كده كل الجمع اللي اخره اس. طب في جمع تاني؟ قال لي ده في ايريجولار بلورال، اللي هو الجمع الغير منتظم. ايه الجمع الغير منتظم ده؟ يعني ما بحطلوش اس. زي مان، رجل، من، رجال. زي وومن، امراه، وومن، سيدات او نساء. زي a child، طفل، children، اطفال. ماوس، فأر، مايس، فئران. ايه ده الكلمات دي كلها فعلا المفرد بتاعها غير الجمع؟ يبقى في كلمات بتجمع جمع شاذ، يعني ما بحط لهاش ولا اس ولا اي اس ولا اي اي اس. تمام. قال لي في جمع تاني اسمه نوت تشينج. يعني ايه يا ميس نوت تشينج؟ يعني لا يتغير المفرد بتاعه زي الجمع. امال اميزه بايه؟ قال لي اميزه بكلمه او ان. طب زي ايه يا ميس؟ احنا مش عارفين. زي مثلا كلمه افش، سمكه، فش، سمك. ادير، غزاله، دير، غزال، اوعى تحط اس. زي مثلا أشيب، خروف، شيب، خرفان. تمام. يبقى عندنا حاجة اسمها جمع لا يتغير الجمع زي المفرد. حلو. قال لي في أسماء
لو اخرها واي وقبليها حرف ساكن بشيل الواي واحط اي اي اس. ازاي؟ ادينا مثال كده، يعني ايه الاسم اخره حرف واي وقبليه حرف ساكن اشيل الواي واحط اي اس؟ زي كلمة سيتي مدينة، لما باجي اجمعها بشيل الواي بتبقى ايه؟ سيتيز، بشيل الواي واحط اي اس. زي كلمة بيبي طفل رضيع، لما باجي اجمعها بيبيز بشيل الواي واحط اي اي اس. برافو عليكم. يبقى ده اسمه الاسماء الجمع اللي هي الكاونتابل ناون، بقدر اعدها على ايدي. تمام. قال لي في حاجة تانية اسمها uncountable noun. يعني ايه uncountable noun؟ الأسماء التي لا تعد. هو في حاجة اسمها أسماء لا تعد؟ اه. لما ندخل كده المطبخ بقى شوية، زي السكر sugar ما بقدرش أعده، الرايس الرز ما بقدرش أعده، السولت الملح ما بقدرش أعده، التوابل البيبر الفلفل الحاجات دي كلها ما بقدرش أعدها. ايه تاني ما بقدرش اعده؟ الساند الرمال، هقدر اعد الرمل؟ لا طبعا، دي uncountable noun. تمام. ايه تاني ما بقدرش اعده؟ كل الليكويد. يعني ايه كل الليكويد؟ الليكويد يعني السوائل، يعني جاز ما بقدرش اعده، اويل ما بقدرش اعده، ووتر ميه ما بقدرش اعدها، بيبسي، كولا، جوس، ميلك، مش دي كلها حاجات ما اقدرش اعدها؟ لا ما اقدرش اعدها. صح يا ميس، الكافي، القهوة، التي، الشاي. قال لي دي كلها حاجات اسمها uncountable noun لا تعد. بس عندنا ده كله اللي أنا قلته، سواء أسماء تعد أو أسماء لا تعد، دي حاجات بتعامل معاملة الجمع. تعالى بقى ندخل في حصتنا النهاردة، وعايزة تركيز جامد جدا من سنة ستة وبتوع إعدادي وثانوي. أول حاجة خدناها في القاعدة دي كانت قاعدة آ وآن. إيه هي قاعدة آ وآن؟ آ وآن بتيجي قبل الاسم المفرد. آ وآن بتيجي قبل الاسم الإيه؟ المفرد. طب يعني إيه آ وآن يا ميس؟ يعني one، واحد. آن أبل يعني تفاحة واحدة. آن أو آن أورنج يعني برتقانة واحدة. آن أمبريلا يعني شمسية واحدة. آن أنت يعني نملة واحدة. ان ايس كريم يعني ايس كريمه واحده. يبقى ان هنا بتحل محل كلمه وان، يعني اقول this is للمفرد، this is an umbrella، this is an ant، this is an elephant. تمام. قال لي برضو ا بتيجي مع الاسم المفرد بس. يعني ايه بتيجي مع الاسم المفرد؟ يعني ما ينفعش اقول a girls. غلط، بدل قلت جيرلز اشيل الايه على طول. ما ينفعش اقول ابويز اولاد. غلط، بدل قلت بويز اشيل الايه، لان الايه هنا معناها حاجه واحده بس. يعني لما اقول ابوي ولد، a girl بنت، اقول this is a tree شجره واحده، this is a flower. تمام. يبقى ايه وان بتيجي مع الاسم المفرد بس، الاسم المفرد بس. طب تمام، ايه تاني حاجه خدناها؟ صم واني. صم واني، ايه هي صم واني دي؟ قال لي صم واني يا عيال بتيجي مع الاسماء الجمع بس. طب الاسماء الجمع اللي بتعد ولا اللي مش بتعد؟ قال لي مع الاتنين. صم واني بتيجي مع الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. وصم معناها بعض، بعض، واني معناها اي. صم بتيجي في الجملة المثبتة وإني بتيجي في الجملة المنفية. يعني لما أقول there مثلا، there are some trees، there are some trees يوجد بعض الأشجار. لو قلت there aren't ما ينفعش أقول some، أقول any. there aren't any trees. تمام. يبقى صم وإني بتيجي بعديها الاسم الجمع سواء يعد او لا يعد. تعالوا بقى لكلمة there is و there are، ودي ملخبطة قوي الطلبة. هو ايه يا ميس الفرق بين there is و there are؟ اولا there is معناها يوجد، و there are معناها يوجد. there is معناها يوجد مع المفرد او الاسماء التي لا تعد. ركز معايا، there is بتيجي مع المفرد والاسماء التي لا تعد. يعني لما اقول there is some water، ايه ده يا مس؟ هو ينفع there is مع some؟ مش انت قايله لنا some بتيجي مع الاسماء الجمع؟
اه يا حبيبي، بس there is جت هنا علشان water، اسم لا يعد. there is some water، there is some salt، there is some juice. الاسم التي لا يعد بحط له there is. there is some coffee، there is some tea، شاي. تمام. طب ممكن ننفيها؟ اه ممكن ننفيها، there isn't، لا يوجد، بس برضو مع isn't هيجي الاسم لا يعد. there isn't some sand، there isn't some مثلا sugar، there isn't some sugar، جت isn't مع sugar الاسم التي لا يعد. there isn't some مثلا pepper اللي هو التوابل، الفلفل الاسود. تمام. يبقى is there is بتيجي مع الاسم التي لا يعد. امال there are بتيجي مع ايه؟ قال لي there are بتيجي مع الاسماء الجمع التي تعد. there are some flowers، there are some boys، there are some books، there are some مثلا shoes. تمام. اسماء تعد جي معاها there are. طب تنفع تيجي there aren't؟ اه there aren't any مثلا potatoes، ما هي potatoes بتتعد. there aren't any carrots، there aren't any chairs، مش الكراسي بتتعد؟ اه جه معاها ايه؟ aren't. يبقى اتفقنا كده ان some و any، some بتيجي في الجملة المثبتة و any بتيجي في الجملة المنفية. there is بتيجي مع الاسم المفرد او الاسم التي لا يعد، الاسم المفرد او الاسم التي لا يعد. there are بتيجي مع الاسماء التي تعد، وممكن اسم ما يكونش، يعني ممكن اقول there are some children اهو. طب ما هي miss children ما فيهاش اس، بس بيعد الاطفال. there are some children، اقول there aren't any men، بس من هنا ما فيهاش اس الجمع يا مس، ما هو من معناها رجال، فعلشان كده جبنا معاها are. تمام. يبقى كده خلصنا من some، عرفنا الفرق بين a و an و there is و there are و some و any، خلصنا من الجزء ده. طب ايه تاني عندنا؟ عندنا في سنة ستة كلمة a lot of. a lot of يعني الكثير من، a lot of يعني الكثير من، وبيجي بعدها الاسم الجمع التي يعد والتي لا يعد. يبقى a lot of معناها الكثير من، وبيجي بعديها الاسم الجمع التي يعد والاسم الجمع التي لا يعد. زي ايه؟ لما اقول there are a lot of books، there are a lot of tomatoes. شوفوا are جت معاها الاسماء اللي بتعد، اللي مثلا there are a lot of women، there are a lot of mice. هنا mice و women و books و trees كلهم جم مع there are، و a lot of معناها الكثير من. طيب ممكن اقول there is a lot of، اه لو الاسم لا يعد. يعني ايه يا ميس؟ يعني اقدر اقول مثلا there is a lot of tea. ليه قلنا is هنا؟ علشان tea لا يعد. there is a lot of sugar، there is a lot of مثلا sand، there is a lot of milk، there is a lot of juice. يبقى there is جت مع الأسماء التي لا تعد. يبقى عندنا كلمة a lot of الكثير من، بتيجي في الجملة المثبتة، بتيجي في الجملة المنفية، اه بتيجي مع الاسم التي يعد والاسم التي لا يعد. اه خلصنا كده من ايه؟ a lot of. بعد كده اداني الفرق بين many و much و a few و little. طب تعالوا كده واحدة واحدة نشوف ايه الفرق بين many و much و a few و little. أولا many عكسها a few، many عكسها a few. many مع الأسماء التي تعد، الجمع التي يعد. a few مع الجمع التي يعد. many الكثير، a few القليل. يبقى تاني many عكس a few، many معناها الكثير،
افيو معناها القليل، بس الاتنين بيجوا مع الحاجات اللي بنقدر نعدها. يعني ايه؟ يعني اقول there are many flowers، يعني يوجد الكثير من الورود، flowers بقدر عدها. there are many chairs، يوجد الكثير من الكراسي. there are many poles، يوجد الكثير من الكور، هنا بقدر أعد الكور فقلت many. طب لو عايز أقول يوجد القليل أقول a few، أقول there are a few tables، برضو جات معاها الأسماء اللي بتعد. there are a few tables، there are a few chairs، يوجد الكثير القليل من الكراسي. there are a few boxes، البوكسز اللي هي الصناديق. there are a few cars، الكارز بنقدر نعدها. يبقى كلمة many الكثير، كلمة a few القليل. many و a few بيجي بعديهم الاسم التي يعد، الاسم التي يعد. يعني عايزة أقول يوجد الكثير من الأطفال، there are many children. طب عايزة أعكسها أقول يوجد القليل من الأطفال، there are a few children. عايزة أقول يوجد الكثير من الفئران، ينفع أقول هنا مني؟ قال لي لأ، لأن لأ سوري، ينفع لأن الفئران بعدها، فأقول there are many mice، there are many mice، يوجد الكثير من الفئران. طب عايز أقول يوجد القليل من الفئران، there are a few mice. تمام، يبقى many الكثير، a few القليل، الاتنين بيجي معاهم الأسماء التي تعد، الحاجات اللي بقدر أعدها. عكسهم بقى ايه؟ او اللي بيجي مع الاسماء التي لا تعد، much و a little. برافو عليكم. كلمة much يعني الكثير، وكلمة little يعني القليل، بس much و little بيجوا مع الاسماء التي لا تعد، بيجوا مع السوائل والحاجات اللي زي الملح والسكر والحاجات دي. يعني لو عايز اقول يوجد الكثير من السكر اقول there are many sugar، قال لي لا ما ينفعش، أقول there are much، علشان دي حاجة كمية، there are much sugar، there are much salt، there are much water، يوجد الكثير من المياه، there are much juice، يوجد الكثير من العصير، there are much oil، يوجد الكثير من الزيت. تمام. طب لو عايز اقول بقى القليل مع الحاجات اللي ما بتتعدش الكمية اقول a little، يعني اقول لا يوجد، عايز اقول يوجد الكثير القليل من الشاي، there are a little tea، there are a little tea، there are a little مثلا sugar. تمام، يبقى little معناها القليل مع الاسماء التي لا تعد. يبقى كده فرقنا بين there is بتيجي مع الأسماء التي تعد، there are بتيجي مع الأسماء التي لا تعد، there is بتيجي و an بيجوا مع الاسم المفرد، some معناها بعض وبتيجي مع الأسماء التي تعد ولا تعد، any معناها أي وبتيجي مع الأسماء التي تعد ولا تعد. قال لي بعد كده في a lot of معناها الكثير من، وبتيجي مع الأسماء التي تعد ولا تعد. many الكثير للعدد، a few القليل للعدد، much الكثير للكمية، a little القليل للكمية. يعني يا رب أكون فدتكم ولو بمعلومة صغيرة، لأني فعلا تعبانة وجاية مرهقة جدا، بس حبيت أشارك معاكم القاعدة دي مهمة جدا، وهحاول أصور معاكم إكسرسايز عليها قبل الامتحانات إن شاء الله. سامحوني على أي خطأ وأنا بتكلم، سوري فعلا، وأشوفكم على خير الحصة الجاية. باي باي.